مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. في عدن الغد، بعد أن استولوا على منزله، رئيس سابق لجنوب اليمن يتحدث عن الفوضى في عدن. وفي يمن مونيتور، ميليشيا الحوثي تزيل صور ثوار سبتمبر من المتحف الحربي وتضع صور قتلها. وفي البي بي سي، في الأخبار المنوعة، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تبحث عن منزل للسكن بعد خروجها من الحكومة. طوال العقود الماضية ظل المتحف الحربي في صنعاء ذاكرة ثورة سبتمبر التي أنهت النظام الكهنوتي البائد، واليوم أصبح المتحف الخاضع لسيطرة الحوثيين يمجد النظام الإمامي الذي تم إسقاطه. وعنون موقع يمن مونيتور: المتحف الحربي بصنعاء من ذاكرة سبتمبر إلى تمجيد النظام الإمامي. وأغرقت الجماعة المسلحة المتحف الحربي بصورة زعيم جماعة الحوثيين وشقيقه حسين بدر الدين الحوثي وشعارات وصور خاصة بالجماعة في مشهد صدم الزائرين إلى المعرض، والذي تحول إلى تمجيد فكر وتاريخ السلالة الملكية بعد أن كان يمجد ثورة 26 من سبتمبر الشعبية. ونقل مراسل يمن مونيتور قيام جماعة الحوثي بإبراز الفترة الإمامية في المتحف بشكل بارز، وإزالة صور الرئيس السابق صالح والحقبة التي حكم فيها من جدران المتحف الحربي. وأضاف المراسل أنه في عهد الإمام يحيى حميد الدين تم رفع صوره وآثاره في جدران المتحف الحربي، وتم وضعها على مساحات زجاجية، كما تم تعليق صور قتلى جماعة الحوثي ونشر كلمات لمؤسس الجماعة في المتحف ذاته. وقال أحد الزائرين للمتحف الحربي للموقع: تمت إزالة الكثير من الحقائق والصور والوثائق التي تكشف عن حقيقة الحكم الملكي بقطع الرؤوس التي شهدتها فترة حكم الإمامة. ذهبت ميليشيا الحوثي لتصفية حساباتها مع برنامج الغذاء العالمي في مدينة ريما، حيث أخفت المواد الغذائية ولم توزعها على المواطنين إلى أن انتهت صلاحيتها، ثم كشفت عن وجودها وقالت إنها فاسدة. ويعلق موقع الصحوانت: الغذاء العالمي يدين اقتحام الحوثيين لمخازنه بريمة ويحملهم مسؤولية فساد المساعدات. وأكد برنامج الغذاء العالمي اقتحام ميليشيا الحوثيين لمخازنه في محافظة ريمة ومصادرة المساعدات وإتلافها بعد التسبب في فسادها وانتهاء صلاحيتها جراء منع توزيعها على مستحقيها لعدة أشهر. واتهم البرنامج ميليشيا الحوثي بالتسبب بفساد أكياس القمح والتي أصبحت غير صالحة بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون على توزيع المساعدات ومنع البرنامج وشركائه من توزيعها. وقال البرنامج إن نائب وكيل محافظة ريمة المعينة من الحوثيين وقيادات أخرى اقتحموا مستودعا للبرنامج وصادروا الأغذية وتخلصوا منها في العلن. وعبر برنامج الغذاء العالمي عن إدانته بشدة لسلوك قيادات الحوثيين، مؤكدا أن المنظمة الأممية لن تتسامح مع أي تدخل في المساعدات الإنسانية، مما يقوض قدرة البرنامج على توفير الغذاء لأشد الفئات ضعفا في اليمن والتي هي في أمس الحاجة إليه. اعذرونا لسنا قتلة. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من مقاله: اليمنيون يتحاورون أولا للوصول إلى الغرض الذي يسعى إليه الحوار، ثم يقتتلون تاليا بعد أن يصل الحوار إلى نفق مظلم أو درب مسدود. نحن نقلب أسس المعادلة دائما، الحوار أولا ثم الحرب، على العكس مما تفعله كل صنوف الإنس والجن والطير والحيوان في هذا الكون وغيره من الأكوان. وقراءة سريعة لتاريخنا السياسي الحديث والمعاصر، أو بالأصح لأزماتنا، ستفضي بنا إلى ما مفاده أننا نجيد فن الحوار من أجل الحرب. ننعقد في مؤتمر لأحلال السلام ونحن نتحين الفرصة المواتية لاندلاع المعركة، نتحاور بخطاب السياسة والدبلوماسية وأيدينا على مسدساتنا، وجميع أزماتنا تبدأ بكلام العقل وتنتهي إلى سهام القتل.
يحدث هذا لدينا في العلاقات السياسية وفي العلاقات الزوجية وفي ملاعب كرة القدم وقاعات الأعراس والمهرجانات ومؤتمرات الأحزاب، فمعظم هذه العلاقات والفعاليات والمناسبات تبدأ ودودة ضاحكة وتنتهي حقودة دامية، ويوم أن نتقاتل فإننا نؤدي هذا العمل بذمة وضمير وحماسة منقطعة نظير، فالعنف فينا سمة أصيلة وكأنها مباركة من الرب، في الاحتراب مثلها في إلقاء التحية، وفي الوجبة الشعبية مثلها في العلاقة الحميمية، وفي الكلام الجاد مثلها في اللغو والمزاح، ومثلها في منامنا وأحلامنا وكوابيسنا وفي كل شاردة وواردة من تفاصيل حياتنا اليومية، حتى في أنبل عاداتنا وطقوسنا مما يتصل بكرم الضيافة وحفاوة اللقاء والأحضان والتقبيل. إن طبيعة حياة اليمنيين ونشأتهم عبر الأجيال المتواترة قد خلقت هذه السمات القاسية في تلافيف وعيهم ووجدانهم، حتى أنني لا أستبعد صحة الأسطورة التاريخية القائلة بأن الدم الأول وهو دم هابيل على يد أخيه قابيل قد جرى رقراقاً على بقعة ما في الأرض التي صارت لاحقاً جزءاً من بلاد اليمن. بعد أن وصلت الفوضى إلى منزله وأقدم مسلحون على البسط على منزل الرئيس الأسبق في جنوب اليمن علي ناصر محمد، تحدث وقال إنها فوضى لم يسبق لها مثيل. وعنون موقع عدن الغد: الرئيس علي ناصر ما تشهده عدن لم يحدث في فترة الاحتلال ولا الاستقلال. وقال ناصر: حزنت كثيرا لما آلت إليه مدينة عدن الجميلة اليوم من انقطاع للمياه والكهرباء والصرف الصحي وانهيار قطاعي الصحة والتعليم ونهب الأراضي والمساكن. وأضاف: مما أحزنني أيضا البناء العشوائي وارتفاع الأسعار والفوضى الأمنية والقتال في الأحياء وغياب الدولة والحكومة منذ 5 سنوات. وقال علي ناصر: إن عددا من الوزراء والسفراء لا تطأ أقدامهم أرض الوطن لأنهم يخشون على أنفسهم ولا يخشون على الوطن والمواطن وأمنه واستقراره وسيادته. في المصدر أونلاين: واحدة من أبرز المظالم التي رفعها الحراك الجنوبي قوله إن هناك نهباً للأراضي في عدن وصرفاً غير مبرر لمساحات كبيرة، حيث يتولى كثير ممن قادوا الحراك مسؤوليات في المدينة التي تتمحور الحرب فيها حول نهب الأراضي فقط. وعنوان موقع المصدر أونلاين: مسلحون يهاجمون مركز شرطة في عدن على خلفية تدخله لمنع بسط على أراض سكنية. وقال سكان محليون وشهود عيان لمصدر أونلاين إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على مركز شرطة المعلى في مدينة عدن قبل أن يرد جنود الشرطة على المسلحين دون وقوع إصابات في هجوم هو الثاني من نوعه على مركز شرطة في المديرية. وقال شهود عيان إن الاشتباكات بين الجانبين استمرت لربع ساعة حتى فرار المسلحين. وبحسب مصادر محلية تحدثت للمصدر أونلاين فإن الخلاف يرجع إلى نزاعات على أراض سكنية في المعلى حاولت مجموعة مسلحة ينتمي لها المسلحون السيطرة عليها، لكن شرطة المدينة تدخلت وحالت دون وقوع ذلك. مزرعة اللجنة الثورية، تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين. بعد حادثة السحل التي قام بها الحوثيون في عمران للشيخ مجاهد قشيرة وهو أحد مناصريهم السابقين والتباهي بسحب جثته وضربها بأعقاب البنادق، ردة الفعل الشعبية جعلتهم يستعينون بالثيران، وهي عادة قبلية تقدم دم الثور بدم اليمني، أو كان العفو لن يأتي إلا بدم يقايض دم القتيل بأي دم. الدولة لا تفعل ذلك، صرامة القانون تمنع المؤسسات أن تتصرف تصرف القبيلة كي لا تخرج عن مؤسساتها، بمعنى إن أخطأت الدولة بحق مواطن لا تحكمه بثور، بالرغم أن العكس ممكناً وإن بدا من مظاهر اللا دولة. الحوثيون يقومون بعكس ذلك، إذ يعرفون بأنهم سلطة أمر واقع في صنعاء وضواحيها، يسيطرون على مؤسسات الدولة غير أن الوعي الميليشياوي هو ما يتصرف بهم من الفعل إلى ردة الفعل. كان القتل لأحد مناصريهم والسحل والتمثيل بالجثة عملاً ميليشياوياً، وكانت طريقتهم للتعامل مع السخط طريقة بدائية لا يظهر أي مظهر عن دولة أو بقايا دولة أو حتى دولة فاشلة.
لا إعلان عن محاسبة المخطئ، لا حق عام ولا حق خاص. حتى في القتل الخطأ لا تتم المعالجة بهذه الصورة، الاكتفاء بتقديم القرابين إذ يرافقها إجراءات ولو شبه صورية في أروقة المحاكم. قبل أيام قال ناطق الحوثيين إن قتلهم لحليفهم السابق علي صالح كان خطأً من أحد المجاهدين، غير أنه نسى أنه لو كان هنالك ريحة دولة لحاسبت هذا المجاهد على هذا الخطأ القاتل. وماذا لو فكر الحوثيون بالتكفير عن الدم الذي أراقوه وظنوا أن الشعب سيقبل بالثيران ليسامحهم؟ سيلزمهم الكثير من الثيران، أليست المتاجرة بالثيران مشروعاً مجدياً لمن يملك رؤية ثاقبة للمستقبل وينظر للبعيد بعين ثور؟ ستحدث أزمة في الأعياد لا يكترث اليمنيون لذلك، العيد الكبير يوم توجد لهم دولة. في الشرق الأوسط أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات جديدة من عناصرها في صنعاء إلى محافظة الحديدة الساحلية على وقع التصعيد المستمر للجماعة في جبهات المحافظة. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط التي عنونت تعزيزات انقلابية إلى الحديدة وعجز أممي عن تثبيت وقف النار، وذكرت المصادر أن الميليشيا دفعت بالمئات من عناصرها في صنعاء إلى جبهات الساحل الغربي بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة بالتزامن مع نقلها أسلحة ومعدات عسكرية وكميات من الألغام البرية والبحرية إلى مناطق متفرقة من الحديدة على متن شاحنات مدنية. وفي سياق متصل بالخروقات الحوثية أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن الميليشيا أطلقت قذائف مدفعية الهاون بشكل مكثف نحو منازل المواطنين في مديرية التحيطة جنوب الحديدة. وأفادت مصادر بأن الميليشيا عاودت القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية حيس بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي التايمز نطالع من الصحيفة التي جاء في افتتاحيتها بعنوان خيارات الخليج، تقول الصحيفة إنه في مقابلة حديثة معها قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب إن بروكسل ليست الوحيدة صاحبة القرار وعليه أن يتصرف بموجب ذلك التصريح. وتقول الصحيفة إنه لضمان مصالح بريطانيا فإن عليه العمل بطريقة أكثر قربا من الولايات المتحدة وأن يقيم بحرص كيفية التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدفاع والأمن وأن يتخذ موقفا حازما إزاء اللاعبين الأشرار في الشرق الأوسط وروسيا والصين. وتضيف إن هذه القضايا تلتقي جميعا في التعامل مع إيران، ولكن يبدو للصحيفة أن راب يتحاشى بعض القضايا السياسية بينما تسعى بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتقول إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وعليه التوصل إلى آلية مالية تسمح بالتعاون أو التعامل التجاري مع إيران. وتقول الصحيفة إن العقوبات الأمريكية لا تهدف إلى تجويع الإيرانيين، ولكن تزيد التكاليف والتبعات التي يتكبدها الحرس الثوري الإيراني لتسليح جيوشه بالوكالة. وترى الصحيفة في تقرير ترجمته البي بي سي أن العقوبات الأمريكية بدأت تحقق النتائج المرجوة منها، فعلى سبيل المثال بدأ حزب الله اللبناني المدعوم من طهران في مواجهة مصاعب في الحصول على ما يحتاجه من المال. وتختتم الصحيفة في تقريرها بأن مهمة وزير الخارجية البريطاني الجديد ليست فقط كسب أصدقاء لبريطانيا، ولكن كشف أعدائها أيضا، وأن السياسة البريطانية إزاء إيران تقترب من أن تكون استجداء لرضاها. فاصلة بعد الواو. تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: المشكلة في الحركات القومية ليست في دعوتها إلى تحقيق نفسها، بل في إصرارها على إلغاء الآخر، ولذلك كانت مثل الأديان والمذاهب السبب الأهم في الحروب الأهلية أو الإقليمية أو العالمية، خصوصا في أوروبا وفي الولايات المتحدة. القومية الألمانية تسببت في الحرب العالمية الأولى وأشعلت الحرب العالمية الثانية. بدأ هتلر في الدفاع عن ألمان تشيكوسلوفاكيا وانتهى باحتلال فرنسا وإحراق مدن روسيا، متحالفا مع قوميات أكثر جموحا مثل اليابان وإيطاليا الفاشية. بعد فوز بوريس جونسون بزعامة بريطانيا رافعا شعار الخروج من أوروبا، قفزت الموجة القومية خطوة أخرى في مجهول العالم بعد أمريكا ترامب وروسيا بوتين.
وفوز القوميين الساحق في البرازيل وإيطاليا واليونان والمجر والنمسا وغيرها تبدو الخريطة القومية الإلغائية الأكثر اتساعاً في العالم منذ عشية الحرب العالمية الثانية. صحيح أن نظاماً مثل بريطانيا لا يمكن أن يسمح بالتحول نحو الفاشية، لكن ذلك لا يمنع ظهور القلق. فالمستر ريسمو الذي كلفه بوريس جونسون مهمة العلاقات مع مجلس العموم أصدر في أول قرار له التعليمات بالعودة إلى المقاييس الإمبراطورية غير العشرية، وطلب إلغاء بعض الكلمات الدارجة والعودة إلى تعابير القرن التاسع عشر. عندما تسود الاستعلاءات القومية يصبح كل شيء ممكن، أن يكون حق إلهان عمر في الرد مثل حق دونالد ترامب، وأن يكون حق الصحف البريطانية كاملاً في وضع الفاصلات بعد حرف العطف، بعكس ما أمر المستر ريسموغ وقواعد مدرسة الرابع ابتدائي. تقوم الحركات الفاشية في معظمها على المظاهر، وتصبح نظافة الحذاء أكثر جوهرية من نظافة الضمير واليد واللسان، ولا تعود اللغة في عبقرية الفكر أو القول، بل في الفاصلة بعد واو العطف. شكسبير ينتحب رامياً النقاط والفواصلة في عرض نهر الإيفون. تخيل أن تفقد وظيفتك ومحل إقامتك في نفس اليوم، هذا ما حدث مع رئيسة وزراء بريطانيا وفقاً لموقع البي بي سي. فكيف تعيش المرأة التي كانت رئيسة واحدة من أقوى حكومات العالم؟ تقرير البي بي سي يوضح طريقة الحياة الجديدة لمن كانوا رؤساء ويعودون لحياتهم الطبيعية. يقول جوردون براون وهو رئيس حكومة أسبق: إن الأمر بالغ الصعوبة في بريطانيا، تغادر منصبك ومنزلك بين عشية وضحاها بجانب القدرة على تقديم نفسك كشخصية ما. تقوم تريزا مي بنقل أغراضها ومتعلقاتها الشخصية إلى منزلها القديم في مقاطعة مايدناهيد بدلا من الحياة في لندن. وما الذي قد تفعله مي بعد استقالتها؟ قد تحذو حذو من سبقوها في الخروج من رئاسة الوزراء. قد يكون الحصول على قسط وافر من النوم خيارا صائبا. رئيس الوزراء السابق براون قال إنه قد تشعر بالكثير من التعب فتلجأ للنوم. أما عن زوج رئيسة الوزراء السابقة فيليب، ووفقا للبي بي سي فعليه العودة لإفراغ سلة القمامة بنفسه. في الدي دبليو، وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر كان في إجازة لكنه قطعها وعاد إلى عمله، فما السبب؟ وفقا لموقع الدي دبليو فإن هناك صدمة في ألمانيا بسبب مقتل طفل بمحطة قطارات فرانكفورت. وصرح متحدث باسم الوزارة أن الوزير يعتزم الاجتماع برؤساء الأجهزة الأمنية نظرا لوقوع عدة جرائم خطيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب زيهوفر عن صدمته العميقة حيال حادث فرانكفورت، وقدم العزاء لأقارب وأصدقاء صبي ووالدته. دفعهما رجل إلى أمام قطار سريع في محطة القطارات الرئيسية، ما أسفر عن وفاة الطفل، بينما تمكنت والدته من إنقاذ نفسها بالوقوف في منطقة خالية بين القضبان. وأضافت أن المشتبه به حاول الدفع بشخص ثالث إلى القضبان إلا أنه تمكن من إنقاذ نفسه. وتوصلت شهادات المارة إلى أن الرجل الذي دفع المرأة وطفلها إريتري حاول الفرار عقب ارتكاب الجريمة مباشرة، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه خارج المحطة بمساعدة الشهود. عندما سقطت العاصمة صنعاء بأيدي ميليشيا الحوثي 2014، هرع مسلحوها إلى مبنى مكافحة أو برنامج مكافحة الجراد، ونهبوا أدوات مكافحة الجراد والسيارة الموجودة. ومنذ ذلك اليوم توقف البرنامج عن العمل، وحين أتت الجراد كان كل شيء متاحا أمامها. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نعرض الصورة الأولى للجراد في صنعاء كما نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية. متابعة.
ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. بهذه الرسومات مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.